سيد رئيس المنطقة الحضرية سيد باشا أكدال، كلمة ليه؟ تفضل السيد باشا. شكرا السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب محترمون. أنا في هذه الكلمة ديالي وجيزة، لا تكون وجيزة، بغيت نحيد ذاك الحاجز اللي كاين بين السلطة وانتم كمنتخبين، حاجز عما غير تواصلي، هذا هو التواصل بيناتنا باش نتعرفوا بعضياتنا، حيت كما كتعرفوا حنا وافدين جد على مدينة فاس، وانتم اللي كان منكم سابق وكاين اللي هو حديث، وانما كتحسبوا كلكم ممثلي مدينة فاس. فمدينة فاس الكل يعلم انها مدينة كما تسمى الفرنسية فيل امبريال، لكم الشرف الكبير باش تمثلوها في هذا الوقت، وغير مسموح لمدينة فاس باش تبقى متخلفة على الركب، غير مسموح. خص مدينة فاس تكون في المستوى ديال المدن ديال المغرب. فمن خلال جدول الأعمال ديالكم اليوم، هو جدول أعمال طموح متفائل، وإنما في حالة ما أنجز بالكامل غادي يكون غير واحد لاميزانيفو ديال لافيل. يعني حنا كنشوفوا وكتشوفوا نتوما الحال ديال المطرح، الحال ديال المجزرة، الحال ديال المحطة الطرقية، وزيد على ذلك هذا جول الأعمال إن شاء الله غادي يولي لاميزانيفو، ونحن نطمح في المزيد. علاش ما تكونش مدينة فاس هي مدينة ذكية؟ علاش ما تكونش فيها رقمان؟ دابا الصباح ملي كندوي ولادنا للمدرسة مثلا تلقاو الطرقات كلها مكتظة، علاش ما يكون دي تريمي أنفاق تحت الأرض؟ علاش ما تكونش الشوارع مبهجة واسعة؟ علاش ما يكونوش الطريق ديال لوطورو؟ سمحوا لي نعطي بعض الأمثلة من 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 رون بوان ديال النخيل إلى جهة أخرى كتسمى وقل الحي إفريقيا، واش كيسميو مشكل عام والطرق مسدودة وما كايناش بعدا أصلا اللي كيدوز من تما، تعرف اختناق تام، اختناق تام، ما مسموحش يكون داك الاختراق في فاس. انتم تبارك الله عليكم الكفاءة ديالكم والجد ديالكم اللي شفت هذا النهار هذا، يعني غتوصلوا هذا الطموح غتوصلوا ليه ان شاء الله اتفاق ديال الجميع. وكنحييكم على الروح ديال المحبة ديال مدينة فاس، كلكم عندكم الغيرة ديال مدينة فاس. وكما قلت لكم تارتني قبل واحد النقطة كنت بغيت ندخل فيها، وهي ديال الاس دي ال، الاس دي ال شركة التنمية، شركة التنمية. شكون هي شركة التنمية؟ هي وسيلة من الوسائل ديال الإقلاع وديال ديال ديال ديال, ديال التنمية، وسيلة يعني وسيلة، أما القرار كله شنو ديال المجلس ديالكم، فهي وسيلة. علاش من دون عندهم أربعة خمسة ديال الاس دي ال؟ كازا ترونسبور، كازا انفيستيسمون، كازا فينانس، كازا ميموار، وكازا كازا اميناجمون. انا سبق لي خدمت تما واحد النهار جاني نقيس عليه واحد المعلمه وقفه قال لك الارصا هذه راها مصنفه معلمه تاريخيه ما تقاش، علاش ما تكونش هي نفاس؟ علاش ما تكونش فاس؟ خصها تكون فاس اللي هي مدينه عريقه ومآثر وشله ديال ديال, ديال المسائل. شكرا. اذا شكرا لكم. شكرا. الله يبارك فيكم.